لو الحكاية فيها إن فيديو. يستأنف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 47 فعالياته وندواته، وذلك لليوم 9 على التوالي، حيث تنطلق في تمام الساعة 5 مساء في المقهى الثقافي لقاء مع الشاعرة والمترجمة فاطمة نعوت، ويدير اللقاء الشاعر شعبان يوسف. أما في تمام الساعة 2:30 ظهرا ينطلق حفلا للفنان أحمد الحجار والشاعر ناصر دويدار، وذلك بمخيم الفنون، فيما تستضيف القاعة الرئيسية للمعرض الشاعرة حبيبة الصايغ رئيس اتحاد الكتاب والأدباء العرب، وذلك بحضور الكاتب المصري محمد سلماوي رئيس الاتحاد الأسبق. وتقيم قاعة كاتب وكتاب في تمام الساعة 16 ندوة لمناقشة كتاب النظرة العلمية لبرتراند راسل، ويقدمها الكاتب زين عبد الهادي، ويحضرها الكاتب رمضان بسطاويسي. وتنطلق في المائدة المستديرة في تمام الساعة 12 ظهرا ندوة بعنوان الرواية رافض من روافد السينما، وذلك بحضور الكاتب مصطفى محرم، ويدير الندوة الدكتورة سهير المصدفة. ويناقش ملتقى الإبداع في تمام الساعة 3:30 عصرا المجموعة القصصية وهي السيدة كاف، وذلك للأديب عاطف عبيد. للمعلومات زوروا موقعنا على الانترنت v2gate.com. شكرا لطيب المتابعة.